ولذلك الناس في الأسباب على ثلاثة أقسام: قسم يعطل الأسباب وهذا نقص في العقل والدين، وقسم يبالغ في الركون الأسباب حتى يجعلها هي الفاعلة، وهذا خلل في الديانة ونقص في فهم ما ينبغي أن يكون عليه قلبه من الثقة بالله. والقسم الثالث وهم أهل الوسط الذين أسأل أن يسلك بنا سبيلهم، وهم الذين يجمعون بين اعتماد القلب على الله عز وجل وأخذ السبب المفضي إلى النتيجة دون أن يركنوا بقلوبهم إلى الأسباب، إنما يأخذونها لأنها وسائل توصل إلى المطلوب. فالأخذ بالأسباب شريعة محكمة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث الإجمال فيما يتعلق بإيجاد التضاد أو التقابل بين الأسباب والتوكل.